مبادرة تكوينية متميزة لفائدة الشباب والشابات القاطنين في إحدى القرى التضامنية نواحي مدينة الدار البيضاء. المبادرة تحت شعار أنت قادر، وذلك من أجل التكوين في التوجيه الدراسي والمهني، وأيضا الحصول على معلومات مفيدة بخصوص سوق الشغل مستقبلا. كنشوفوا شنو هي الحاجه اللي غادي نرتاحوا فيها باش حنا نعطيو فيها اكثر، باش ما نلقاوش شي ديفو من بعد الباك، ولي زيكول سوبيريور اللي غنقدروا نقراو فيهم سواء لي زيكول سوبيريور ولا لي سونتر لو بي بي تي ولا لي فاكولتي، على حسب داكشي اللي كاين كيجيبوا لنا دي بارتنير دي ناس مهمين في دي زونتربريز، كنستافدوا منهم بزاف د الحوايج، التجارب ديالهم لو باركور في لافيون، على كيفاش قراو، كيفاش وصلوا لواحد البوست معين اللي كيخدموا فيه، وكيعطيونا دي زانفورماسيون باش حنا نتكونوا فيه. ورشة تكوينية من تأطير عدد من المهنيين في مجموعة من المقاولات والشركات المعروفة وطنيا ودوليا من أجل عرض تجاربهم ومسارهم التكويني والمهني أمام هؤلاء التلاميذ الذين البعض منهم فقد الأمل في قدراته بسبب وضعيتهم الاجتماعية. كنديروا هذه الأيام التوجيهية للشباب ديالنا باش يكون عندهم واحد التوجيه اللي يقدر يساعدهم في الانسيرسيون ديالهم إن شاء الله في المستقبل. كنختار واحد الفئة ديال الشباب اللي كيستافدوا من هذه الورشات هذه التوجيهية اللي هما كيكونوا في طوازيام اني كوليج وطرون كوما ودوزيام اني باك. هذه الفئة اللي كتكون عندها واحد التغيير ديال الشعبة أو تغيير ديال المنهج الدراسي ديالهم. بعض الأحيان الصعوبات اللي كيواجهوا الشباب ديالنا لما كينجحوا في الباك بواحد لانوت اللي ما كتأهلهمش يدخلوا ليكول كبيرة، وكتشكل بالنسبة لهم واحد صدمة كبيرة، لأن كيلقاو 8 نجح 18 19 وما كاين 14 12 11 أو إلا ما توفقش ياخذ البكالوريا. فهنا كيجي الدور ديال لي زونتربريز ولي كوتش والموجهين باش أنه الشاب كيعرف أنه يقدر يبني الأحلام ديالو. برنامج تعمل على تطويره القرية التضامنية للأطفال بالدار البيضاء وغيرها على مر 3 تكوينات في السنة الدراسية، وذلك لتوضيح المسار المبهم المهني لدى التلاميذ ومحاولة التسهيل لهم سبل اختيار تخصصاتهم وفق متطلبات سوق الشغل.